على اساس ان الاي ده كولوم فيكتور، وطبعا الاي ترانسبوز هتبقى رو، والاي هتبقى كولوم، تضرب رو في كولوم يطلع لك سكيلر. هو سكيلر فانكشن عباره عن سيجما اي سكوير، يعني دي عباره عن نص سيجما من اي بيساوي 1 لغايه انفينيتي لو عايز اي اي سكوير. ده معنى الكلام، يعني انا عايز مينيمايز الكوست. وبعدين قلنا هنختار ان دي ثيتا باي دي تي، على اساس ان الثيتا ممكن تكون كنترول بارامترز، يعني مش ثيتا بارامتر واحد، يعني اي بارامتر هيبقى دي ثيتا باي دي تي. هنختار عباره ماينس جاما سيرتن جين، يعني في بارشل جي بارشل ثيتا. تمام. طبعا انا ممكن اكتبها مره بارشل ومره اكتبها دي، بس هو هنا انا كتبتها دي على اساس ان ده ممكن يكون بارامتر واحد، بتكلم بحسب واحد منهم يعني، انما الجي فانكشن في كل البارامترز، فبقول بارشل جي بارشل ثيتا. فطلع ان ده عباره عن ماينس جاما، بعد ما حسبنا بارشل جي بارشل ثيتا وعباره كده، طلع ان ده عباره عن ماينس جاما في اي في واي موديل. تمام. انا بس براجع الكلام اللي اتقال. وبعدين خدنا مثال، قلنا المثال ده يعني الترانسفر فانكشن معلومه بس الجين بتاعها مجهول، ودي قلنا ممكن يكون ليها تطبيقات كثيره في الروبوتس مثلا، شيل لود مش معلوم، او اي سنسور او اكشويتر الجين بتاعه، تتكلم في الاوتوبايلوت مثلا عن فيرتيكال جايرو ولا ريد جايرو ولا انتجريتنج جايرو مثلا، او تمبريتشر سنسور او وات ايفر، بيبقى الجين بتاعه ما ممكن يكون مش معلوم بدقه يعني، فممكن يبقى عندي بارامتر جين واحد بس اللي. فقلنا في المثال ده لما خدنا ان الجي كانت عباره عن كي في جي نود، عشان جي نود معلومه، وبعدين وبناء عليه هنختار الموديل هو كي نود في جي نود. طبعا انت اخترت الموديل معناه ان الكي نود والجي نود معلومه يعني. تمام. ف طبعا ده اليو وده الواي، فاحنا كنا اخترنا ان اليو عباره عن اخترنا اليو عباره عن ثيتا يو سي، ثيتا سيرتن بارامتر كده سميناه ثيتا يو سي. فلو كان ده اليو كوماند، طبعا هنا ده يو كوماند، الكوماند انبوت ده الكنترول انبوت الكنترول اكشن، انما ده ريفرنس سيجنال، وبناء عليه هيبقى عندي هنا بارامتر دي مالتيبليكيشن، هيبقى اليو عباره عن ثيتا اللي هو البارامتر ده اللي انا المفروض احسبه بقى في اليو سي، وطبعا الكوماند انبوت داخل على الموديل برضو، ده الموديل. وبناء على ما فعلنا هنا يبقى انا محتاج ده الواي وده الواي موديل، فطرحناهم من بعض عشان نحسب الايرور، وبعدين ضربناه برضو دي مالتيبليكيشن، ضربته في الواي ام، وهنا اي واي ام، وطبعا ده هو دي ثيتا باي دي تي، ما هو الثيتا، فيبقى اعمل له انتجريشن، فدخلناه على انتجريتور، وطبعا ضربنا في الجاما، ويبقى اللي خارج يعني اللي هنا ده هو دي ثيتا باي دي تي، صح كده؟ بس مش مضروب في جاما يعني. وبعدين خدنا ده الثيتا وضربنا كده. يعني لو عايز نعملها على مرحلتين علشان تبقى الامور اوضح، بس انا زي ما تقول ايه حبيت اختصر، يعني هنا هيبقى فيه واحد على اس، وهنا هيبقى فيه ماينس جاما، طبعا مالتيبليكيشن بضرب ده، فيبقى ده هو دي ثيتا باي دي تي، وده ثيتا. بس انا
ضربتهم في بعض، تمام. طبعا هنا انت مش كنت معانا من شويه؟ طيب تمام، اهلا وسهلا في كل الاحوال. يعني طبعا احنا عندنا كان عندنا انه 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 الواي هو عباره عن الجي في اليو، واليو هي طبعا جي اللي هي عباره عن كي جي نوت، لان جي عباره عن كي جي نوت، واليو عباره عن سيتا في يو سي. الواي موديل هو عبارة عن الكي نود في الجي نود في اليو سي، تمام. طبعا الايرور هنا هيبقى عبارة عن واي ماينس واي موديل، فيبقى كي نود ده الاول كي كي في سيتا في جي نود في يو سي ماينس كي نود جي نود في اليو سي. احنا كنا برضو من المعادلة بتاعت الموديل ومن المعادلة بتاعت السيستم كنا عرفنا سيتا نود، سيتا مش هسميها نود دي يعني سوبر سكريبت نود، ما اعرفش هسميها ايه، تمام، مش يعني مش سوبر سكريبت، هي سوبر سكريبت. كنا عرفناها عبارة عن كي نود على كي، تمام. ولو كمان خدت انا الجي نود يعني يعني للتبسيط كده عايز ايه اوصل لحقيقة ما، تمام، فهناخد الجي نود كده كأنها واحد، فكأنه السيستم يعني معناها انه ان الواي بيساوي كي في اليو والكي هو الانون، خلاص كأنه كده يعني. وطبعا الكي نود ده ممكن اعبر عنه بكي سيتا نود ده، تمام. السيتا ده البارامتر اللي هو هيبقى متغير ده 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 اللي هو انا عرفت ان اليو اللي هي الكنترول اكشن عباره عن السيتا في اليو سي، السيتا دي متغيره بغيرها بناء على الايه. وطبعا الكي نوت كونستانت لان ده تبع الموديل، تمام. فكان دي يعني نقول ايه كانها الاوبتيمم فاليو يعني، تمام، اللي هي كي نوت بالتعريف ده يعني. فانا هنا بس مجرد هشيل الايه، انا هشيل من هنا الكي نوت دي واحط الكي في السيتا نوت دي واحط الجي نود بواحد، وطبعا هنا في يو سي، فيطلع لي الكلام ده عبارة عن كي في سيتا ماينس سيتا، ما اعرفش ممكن ننطقها نقول ايه نسميها ايه يعني. يجوز يعني يعني هو طبعا لو الكي لو قيمه الكي وصلت للكي نود، تمام، ما الكي بتتغير، سوري السيتا بتتغير وبناء عليها الكي بتتغير، فلو وصلت للقيمه كانها هتبقى خلاص انت وصلت للترانسفر فانكشن بتاعه الموديل كانها كده يعني. وبعدين هنا هنرجع للمعادله دي اللي هي دي سيتا باي دي تي، فهنا دي سيتا باي دي تي اللي هي عباره عن ماينس جاما في اي في واي ام، طبعا عندنا اي اللي هي الاي ديت، فنقدر نقول انه طبعا الواي ام كذلك. وطبعا في يعني بما اني دايما عندي جين متغير وانا بختاره في اي ثوابت بتظهر لي بقدر ايه اعمل لها اكوموليشن في جين واحد يعني، بس الواي ام من هنا بما انه انا عندي واي ام
وفي الحالة بتاعت الجي نود لو جي نود بتساوي واحد هيبقى انه الواي ام بتساوي ايه؟ كي نود في يو سي، صح كده؟ يبقى الواي ام هتساوي كي نود في يو سي، وبالتالي هنا هيبقى عندي يو سي جاية من الواي ام ده، وعندي الاي فيها يو سي برضو، والكي نود نفسه ممكن من هنا هيبقى في كي، تمام كده؟ وبالتالي ممكن المعادلة دي اكتبها انها بتساوي ماينس جاما ممكن كي سكوير سيتا ماينس سيتا نود في يو سي سكوير، شوية تعويضات كده، تمام؟ من الواي ام ومن الاي اللي احنا لسه كاتبينها في الحالة الخاصة دي ان جي نود واحد يعني. فيبقى عندنا الدي سيتا هيبقى عندنا الدي سيتا على سيتا ماينس سيتا مود هتساوي ماينس جاما كي سكويرد سيتا ماينس، لا ما خلاص ما انا خدت دي هناك، انا قسمت دي سيتا على ده، يبقى ماينس جاما كي سكويرد في يو سي سكويرد، تمام؟ في حاجه ناقصه؟ الايه؟ دي تي، تمام يا فندم، اطلعت عليك في دي تي، تمام؟ في حاجة ناقصة؟ اخر سطر هنا. انت متأكد يعني؟ اصل سيتا نود ممكن يعني دخلها في الثوابت. عشان خاطر هنا. يعني اي حاجة ناقصة دخلها في الثوابت. حتى لو ما فيش ثوابت يعني في الغالب انت ثابت يعني تمام تمشي يعني هو ممكن يكون حاجه رف كده بتبين بس يعني حقيقه ما عايزين نوصل لها يعني ولسه كلام ماشي ما فيش فيه يعني ان طلع فيها سيتا نوب اديها ايه اديها كذا طيب طيب لو احنا عملنا التكامل ده هو كامل الاول طيب احنا لسه ما حطيتش التكامل كامل الاول فلو انا عملت تكامل من صفر ل تي وهنا تكامل من صفر ل تي لا من صفر ل تي تمام فهيبقى ده عباره عن لين سيتا ما تقفليش على الواحده يا اسامه الله يخليك يعني انت خلاص اتعودت يعني المفروض ان دي مش اول محاضره دي اخر محاضره يعني او ان كان اخر محاضره يعني فيعني ماشي الكلام يمشي الكلام كده يطلع يطلع ايه ده خليه زي ما هو كده يعني باعتبار حتى ان الكي سكوير ثابت برضو فيطلع ماينس جاما كي سكوير تكامل من صفر ل تي يو سي سكوير طبعا ده هيبقى سيتا اوف تي ماينس سيتا نوت او لين يعني ماينس لين سيتا اوف زيرو ماينس سيتا نوت هتساوي الكلام ماينس جاما كي سكوير تكامل لو عايز تعطيلها سيتا نوت مش هتغير الكلام اللي بنقوله يعني يعني انا يعني مش معتقد يعني مش هتغير الكلام اللي هنقوله هنا من صفر لتي يو سي سكوير فانا هسمي بس عشان مش كل شويه اكتبه هقول لك ليت مثلا اي
سي بتساوي تكامل من صفر التي بتاع يو سي سكويرت دلتا تي. وطبعا ده ممكن اكتبه لن سيتا اوف تي ماينس سيتا نود على سيتا تي ماينس سيتا سيتا زيرو ماينس سيتا نود. برضو ده هيساوي ماينس جاما كي سكويرد اي سي اي سي تمشي. عشان اشيل اللن ده اعمل اكسبوننشال للمعادله، فيطلع لي هنا سيتا تي ماينس سيتا نوت على سيتا زيرو ماينس سيتا نوت هتساوي اي تو ذا ماينس جاما كي سكويرد اي سي. طبعا مش عايزين ننسى بقى ان الاي سي ده الانتجريشن بتاع اليو سي الكوماند اللي هو الساميشن بتاعت اليو سي، فده مقدار عمال يكبر مع التايم. وممكن المعادلة دي في النهاية يعني نضرب طرفين في وسطين نعمل حاجات كده يعني، فيطلع لي انه ان سيتا اوف تي هتساوي سيتا نوت اللي هي دي راحت الطرف الثاني وده الطرف ده زائد سيتا اوف زيرو ماينس سيتا نوت اي اس ماينس جاما كي سكويرد اي سي. ودي المعادله اللي احنا عايزين نوصل لها يعني، اللي هي بتقول حقيقه مهمه جدا في الموديل ريفرنس ادابتف كنترول، انك انت لو الترم ده وصل لصفر، اصل هو ممكن يوصل لصفر نتيجه ان اليو سي نفسها كبيره، يعني مش ان البارامترز وصلت للترو بارامترز. يعني انت لو جينا نحسب الايرور عشان نبقى كمل الصوره، يعني ما الايرور كان معانا اهو، الايرور كان معانا اللي هو فين فين الايرور. تمام، اللي هو كي سيتا ماينس سيتا نود في يو سي، وسيتا ماينس سيتا نود هي طبعا نود دايما بس انا بنسى اكتبها سب سكريبت هي سوبر سكريبت. تمام، فهي سيتا ماينس سيتا نود هو المقدار ده اللي هو هتساوي كي في سيتا اوف زيرو ماينس سيتا نود في اي اس ماينس جاما كي سكويرد اي تي اي سي. انا اسف مش اي سي في يو سي. تمام، هنا في يو سي. ماشي، نضغط في يو سي كمان، ماشي اكتبها هنا يعني كده، او كي يو سي كده هتبقى احسن يعني كي يو سي. تمام، طبعا هنا هو ده اللي انا عايز اوصل له ومقارنة الامرين ببعض، انك انت الايرور ممكن يوصل للصفر مش نتيجة انه البارامترز وصلت للترو بارامترز، نتيجة ان السميشن بتاعت الاي سي ده اللي هو بتاعت الانبوت بيكبر، وطبعا اي اس ماينس وطبعا بوستيف ده التكامل بتاع يو سكوير، فبغض النظر عن اليو بوستيف ولا نيجاتيف هيبقى يو سكوير بوستيف، فالمقدار ده عمال يزيد وبالتالي هيبقى ده مقدار كبير نسبيا، فممكن الايرور هو الايرور هو الواي ماينس واي ام، ودي معناها ان الواي بتوصلت للواي ام بينما انت ما وصلتش للترو بارامترز. وهي دي الحقيقه المعروفه عن الموديل ريفرنس، انك انت ممكن الواي يفولو الموديل بس انت في الحقيقه لم تصل الى الترو بارامترز، السيتا لم تصل الى ايه، ولذلك حتى انت لما تيجي تعمل سيميوليشن وتبقى عارف السيستم اللي انت يعني بتعمله سيميوليشن، انت عارف الجيم بتاعه الحقيقي يعني. تمام، وبعدين تشوف الهيستوري بتاعت السيتا، ممكن تلاقيها ما وصلتش للايه؟ للسيتا نود اللي هي بتاعت السيستم، انما الايرور وصل للصفر وان الواي. فطبعا دي ميزه يعني من وجهه النظر انها ميزه، هي ميزه ان انا لو كنت بقى بعمل سيلف تيوننج كنترول وسيلف تيوننج انا بديزاين في الاندايركت، انا بديزاين بناء على الاستيميتد موديل، فلو انا جبت موديل غلط
هيبقى الكنترول هو كمان مش صح، وبالتالي الدنيا تبقى. انما هنا الـ يعني في ميزه، الميزه ايه؟ انه السيستم ممكن الواي تفولو الواي موديل، لان الايرور وصل لصفر، بينما انت ما عرفتش الترو بارامترز. وانا في الحقيقه ما عرفتش الترو بارامترز ليس ذات بال، انا عايز الموديل السيستم يفولو الموديل، فهو يفولو الموديل. بس ده وجهه نظر ايجابيه، قصادها في وجهه نظر سلبيه، اللي هي ايه؟ انك انت نتكلم على يعني اذا حبينا نحط عنوان للكلام ده كنا هنكتب الايرور اند الترو بارامترز. طبعا المفروض نبدا بالعنوان، بس يعني نكتب العنوان الاخر. انه ممكن هنا نبدا بالعنوان، هنتكلم على الاستابيليتي بتاعت الموديل ريفرنس. الاستابيليتي اوف الموديل ريفرنس ادابتيف كنترول. وكان هنا في مكان نكتب فيه يعني مفيش قوي. تمام، طبعا دي مهمه جدا. دي بقى احنا عندنا دايما في الكنترول سيستم عندنا حاجتين لازم نحققهم، منهم الاستابيليتي رقم واحد يعني، وبعدين البرفورمانس. ف وانتم ممكن شفنا في المحاضره اللي فاتت واحنا بنعمل سيميليشن لبعض السيستمز كده، كنت بضطر اغير ده، بس كان سيستم بسيط فيرست وسكند اوردر تمام، وكان برامتر واحد بغيره. انما لو عندي بقى برامترز كتيره للكنترولر هتعمل ايه يعني؟ ف تمام يا باشمهندس محمد؟ تمام. ف ايه اللي موضوع الاستابيليتي؟ هناخد سيستم سكند اوردر عشان موضوع الاستابيليتي بيبتدي يبان اكثر بدءا حقيقه، مش من السكند اوردر، من الثيرد اوردر. اصل السكند اوردر سيستم بيبقى عندي ثلاثة بارامترز اللي هم يعني عندي البولينوميال من الدرجة الثانية، ففي ثلاثة كوفيشنس، فالثلاثة كوفيشنس لو كلهم بوزيتيف خلاص السيستم ستيبل، لأن ده نيسيسري اند سفيشنت كونديشن. إنما بدءا من الأوردر ثلاثة هيبقى ده نيسيسري بات نوت سفيشنت، لازم الرو ستيبل والكلام المعلوم ده يعني. فاحنا هناخد سكند أوردر سيستم، أصل هيبقى ثيرد، هو لوحده هيبقى ثيرد بعد لما ما انت تخلي بالك. مثلا تعالى هنا وده كويس، دي سؤال مهم لان يعني قال يعني وجهني النقطه انا كنت ناسيها. السيستم ده خلي الجي دي كانت فيرست اوردر، بس انت لما عملت عمليه الادجستمنت دي بتاعت الجين انت حطيت واحد على اس، فلو كان ده فيرست اوردر وهنا كمان هيبقى عندك ستيت، لو انت هتكتب ستيت سبيس موديل للسيستم ده هيبقى سكند اوردر مود سيستم. ليه؟ لان السيستم نفسه فيرست اوردر، وكمان الموديل فيها هيبقى فيه ستيت، وانت حط ستيت بقى في السيستم. يعني السيستم الطيب ده اللي هو فيرست اوردر سيستم هحط له موديل فيرست اوردر وهحط انتجريتور هنا، في الحقيقه السيستم اصبح ثيرد اوردر سيستم. تمام؟ فهي القضيه انه طب فما بالك بقى لو كان السيستم سكند اوردر وهتحط له موديل سكند اوردر وتعمل بارامترز ادجستمنت، هيبقى ممكن السيستم السكند اوردر يبقى فيفث اوردر مثلا او هكذا يعني. فهو في الحقيقه يعني الاوردر بتاع الموديل بيتغير نتيجه ان انت بتعمل ادجستمنت. الادجستمنت فيها انتجريتورز وحاجات زي كده يعني. فهنا لو خدنا سكند اوردر سيستم جي اوف اس مثلا هتساوي واحد على اس سكويرد زائد ايه واحد اس زائد اتنين. طبعا دي معناها طبعا ده عباره عن واي على يو، هو طبعا اليو هنا هو الكنترول اكشن. تمام؟ فده معناها ان المعادله بتاعت السيستم دي سكوير واي باي دي تي سكوير اللي هو ده زائد اي 1 دي واي باي دي تي زائد a2y كلهم فانكشن في التايم، طبعا y فانكشن في التايم هتساوي u. ااا
وممكن بناء على ما تم ان احنا قلناه هنا يعني ممكن اخليها سيتا يو، يعني ان في مشكلة يعني سيتا في يو، يعني انت عايز اخليها هنا سيتا يو؟ لا خليها هنا، خليها سيتا يو مفيش مشكلة يعني، يعني خلي الكنترول اكشن تعريفه ان هو يو سيتا في يو يعني تمشي يعني تمام. الموديل هختار موديل شبه الموديل بتاع السيستم، فانا الجي موديل هختارها بحيث ان دي سكوير واي موديل باي دي تي سكوير زائد اي واحد دي واي باي دي تي واي موديل زائد اي تو واي موديل بتساوي هنا سيتا نوت يو سي، لان الموديل بيدخل له اليو كوماند مباشره نرجع بالفيد، انما ال السيستم بيدخل له ال ماشي الكلام ده. هفترض ان هي زي المثال ده، يعني احنا خدنا المثال اللي فات يعني اعتبرنا كده كاني بظبط جيني يعني، فانا يعني يعني بس مجرد للتبسيط يعني، لان طبعا لو كبرنا السيستم عن كده هتبقى صعبه شويه نسبيا يعني، فانت بس عايز هي الفكره احنا عايزين نوضح كونسبت، فانا الكونسبت ممكن نوضحه بان احنا نقعد نبسط شويه اشياء زي مثلا بختار الجي نود واحد تمام، فما بالك الجي نود ما كانتش واحده تبقى الدنيا اعقد يعني، فهي الفكره ده انا ببسطه رغم ذلك طلع فيه مشكله، فما بالك لو ما بسطتش يعني، فهي ده هو ده الهدف يعني ان احنا فهنا طبعا بالاضافه الى هذا بقى انا عندي هنا السيتا او الدي سيتا باي دي تي بتساوي الكلام ده، فتعالى علشان ادخل السيتا في الموضوع ده فانا هفضل المعادله دي، هيبقى عندي هنا دي تكعيب واي باي دي تي تكعيب زائد اي واحد دي سكوير واي باي دي تي سكوير زائد اي اتنين دي واي باي دي تي هتساوي، هفترض ان الثيتا طبعا ما هي ثابته يعني متغيره نتيجه ان في بارامترز اصلا متغيره، فانا بعمل لها ادجستمنت في الالجوريزم فهي متغيره، فممكن اقول ده عباره عن ثيتا دي يو باي دي تي زائد دي ثيتا واي دي تي مضروبه في اليو، والدي ثيتا الكلام ده هيتساوي يساوي ايه؟ لا مش هيساوي، خلاص يساوي هنا اسف تمام؟ دي المعادله اللي انا فضلتها، وده الطرف اللي رايت هاند سايد، وعندي هنا دي ثيتا باي دي تي ده هيساوي هناك هنا ثيتا دي يو باي دي تي زائد قلنا ماينس جاما في الاي اللي هو واي، ما انا عايز اخليها كلها في واي عشان هنا في واي تمام، فواي ماينس واي ام اللي هو الايرور مضروبه في ايه؟ وهنا في واي ام صح كده، مضروبه في واي ام مضروبه في يو برضو اخد اليو دي تمام. فيبقى هنا المعادلة دي هتبقى كالآتي، دي تكعيب واي باي دي تي تكعيب زائد اي واحد دي سكوير واي باي دي تي سكوير زائد اتنين دي واي باي دي تي، هنا في ترم في واي هو بس بالناقص هنا، فيروح هناك زائد جاما ممكن في واي ام، انا طبعا ممكن اليو ده برضه استعيد عنه باشياء من السيستم نفسه تمام، انما انا حتى هكتبه كده يعني برضه هخليه كده زي ما هو جاما واي في واي ام وفي ايه في واي في واي، وهتساوي بقى الطرف الثاني اللي هو ثيتا دي يو باي دي تي ده ترم، بس في حاجه ثانيه ولا كده تمام؟
بلس جاما ام دي واي ام بلس جاما صح ما هنا ناقص ناقص تبقى زائد يبقى بلس جاما واي ام سكوير في يو برضو يعني انا اليوم كان اشتغل العب اشياء يعني اليو عباره عن كام من هنا بس انا مش هعملها بس اصل يعني اذا حبيت يعني هي اليو هنا عباره عن سيتا في اليو سي شو ولا ايه وبعدين دي من هنا سيتا بيساوي في اليو سي وبعدين من المعادله بتاعت الموديل ان اليو سي بتساوي ام على كي نوت يعني ممكن اخلي ده كانه ثابت بس يعني مفيش مشكله ممكن نخليها كده زي ما هي واضحه يعني واللي احنا عايزين نوصل له واضح قوي ما هو انه الترم ده بفرض ان الاي واحد والاي اتنين كانوا ثوابت الترم ده ما هو الثابت في واي ام وفي واي فانت في الحقيقه السيستم اصبح مش لينير تايم انفيريانت سيستم ده اصبح لينير تايم فارينج سيستم يعني ده بتتكلم على لينير وما بالك السيستم لو كان نون لينير يعني بس احنا واخدين هو انا الموديل ريفرنس اساسا بناخد امثله لينير كده عشان نتعلم فيها يعني انما انا غالبا بطبقها على نون لينير سيستم فحتى في اللينير سيستم اصبح لينير تايم فارينج تمام يعني الكونكلوجن ان هنا ان السيستم ده اصبح لينير تايم فارينج اللينير تايم فارينج سيستم ده معناه ان هو بان البارامتر ده متغير فممكن يبقى موجه يديني لان الشرط الاستابيليتي هنا ايه لو انت عملت بقى كانك هتفترض لحظيا كده ان الترم ده كونستنت تمام فهعمل راو ستيبل فراو ستيبل المفروض بيقول لي هنا ان ايه واحد اتنين اكبر من جاما واي ام فيو لو عملنا راو ستيبل لسيرد اوردر سيستم المفروض ان ايه واحد اتنين يطلع اكبر من الكلام ده فطبعا الكونديشن ده فور ستابيليتي الكونديشن ده لو لم يتحقق هيبقى سيستم انستيبل وبالتالي في مقابل انا هعمل كده مجه لف كلوكوايز ومجه انتي كلوكوايز تمام في مقابل ان هو مساله ان في الموديل ريفرنس الميزه ان انا ممكن اوصل للموديل اوتبوت بغض النظر عن البارامترز ما وصلش للترو بارامترز انما العيب الكبير يعني انه السيستم ممكن يبقى انستيبل تمام وعشان نضمن الاستابيليتي احد الابروتشز اللي تضمن الاستابيليتي ان انا استخدم ليابونو في استابيليتي كريتيريا تمام في الديزاين يعني فاحنا هنحاول نحل المثال اللي احنا حللناه المره اللي فاتت برضه بس كان فيرست اوردر سيستم نعمل له بدل ما بعمل ده اللي سميناه الام اي تي رول قلنا الام اي تي انا ديفلوبد في الام اي تي تمام يعني واحد طيب كده قعد ربنا فتح عليه اداله فكره كويسه يعني تمام هي بس فيها الجينز اللي هي الجاما والحاجات دي كلها بتقعد تظبط انت على حسب السيستم بتاعك لانه بالتاكيد فيها نوع من انواع الترايل اند لغايه ما تظبط الجين يعني ما انا مش هحط الكنترولر واسيب السيستم يشتغل لوحده كده اكيد ايه بعمل سيميوليشن ومثل هذه الاشياء طبعا هو الباشمهندس محمود الاسبوع اللي فات كان سالني بس على حكايه المالتي انبوت مالتي اوتبوت وهي طبعا في المالتي انبوت مالتي اوتبوت بتوصف السيستم بستيت الغالب الافضل يعني مش بترانسفر فانكشن بتوصفه بستيت سبيس موديل والكلام موجود في كتاب ممكن يعني ايه ممكن اديلك اسمه لو انت لو حد مهتم يعني بس هي الرياضه بتاعته ايه يعني فيها شويه ايه يعني فيها شويه كده يعني انما هو طبعا يشتغل على مالتي انبوت ما شاء الله مالتي انبوت مالتي اوت ما فيش كلام يعني بس هنبقى غالبا لانه انا لو بشتغل مع مالتي انبوت مالتي اوت بسيستم بالترانسفر فانكشن فيبقى عندي ماتريكس اوف جي اوف اس كل اليمنت فيها انا كنت بدرس يعني في الماجستير كورس مالتي فيريبل كنترول فكنا بنتكلم في الاثنين ستيت سبيس ونتكلم في الترانسفور فانكشن معرفش هندرسه السنه الجايه ولا لا ومعرفش احنا هنبقى موجودين السنه الجايه ولا لا اصلا خد بالك انما ان شاء الله يعني انما اصلا يعني احيانا بدرسه يعني هو كورس كويس لانه برضه
بيلم شويه مفاهيم كده. بس طبعا الافضل غالبا انك تشتغل بالستيتس بيس موديلنج غالبا يعني، او ان انت هتركز على بعض الاوتبوتس اللي تهمك خلاص، تشتغل عليها كانك عملت دي كوبلنج يعني. واحد الطرق انك انت بتقدر تعمل دي كوبلنج، تشتغل على سيستم بدل ما مالتي انبوت مالتي اوتبوت، تشتغل على كله كل لوب سنجل انبوت سنجل اوتبوت. زي مثلا انت في الاوتوبايلوت مثلا بيبقى عندك في كوبلنج ما بين البيتش والرول مثلا، فانت لان بتعمل بيتش سوري مش بيتش انا اسف اليور اليو اليورول، لما بتعمل يوينج مثلا باستخدام الايه؟ بيعمل يوينج باستخدام غدر شغل الايه؟ بيحصل لك رول، ولما بتعمل رول باستخدام اليوينج بيحصل لك يو، فلازم تشغل الاثنين مع بعض عشان ايه؟ فهي ممكن تشتغل هما اللوبز التو لوبز كابلد، انا ممكن اشتغل على دي لوحدها ودي لوحدها، فدي كانها سنجل انبوت سنجل اوتبوت، دي سنجل انبوت سنجل اوتبوت وايه؟ وابتدي احسب برضه يعني الاشياء دي. فهنا يعني في مشكله في الاستابيليتي، فهيبقى عندنا دايما محتاجين نبص على طريقه مختلفه يعني. فالطريقه المختلفه ان احنا هنستخدم ليابونوف، بس بلاش اكتب العنوان المقالي ليابونوف، نكتب السيستم، ناخد الاكزامبل اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. كان عندنا اكزامبل اللي هو اظن كان دي واي باي دي تي بتساوي ماينس ايه، هو احنا كنت مره سميتها مره بي بدل اس، يعني نمشي بنفس الكونفنشن ما فيش مشكله. يبقى ماينس اي واي زائد بي، ودي معناها ان الجي اوف اس بتساوي بي على بي اللي هي لابلاس اوبريتور تمام زائد ايه. وبعدين الموديل اقول دي واي ام باي دي تي هتبقى ماينس اي ام واي ام هنا زائد بي يو طبعا، لان ده جي اللي هو الواي على اليو، انما هنا زائد بي ام يو سي على اساس ان الموديل بيدخل له اليو كوماند مباشره يعني. وطبعا ده معناه انه الموديل جي موديل بتساوي ايوه يبقى ما اقولش هنا اس برضه، انا اقول ايه اقول بي يعني تمام، ويبقى هنا برضه بي، ويبقى هنا بي ام على بي بلس اي ام. وبعدين هنختار الكنترول لو اللي هو اليو، بما ان ده فيرست اوردر سيستم ممكن اختار الكنترول لو زيرو اوردر، فزيرو اوردر واعمل فيد فورورد وفيد باك، فيبقى عندي هنا مثلا تي نود في يو سي ماينس اس نود في ايه؟ في واي. وطبعا ده معناه انك انت لو عوضت من الكنترولر بقى في البروسيس وعايز اطلع الواي على يو سي، فكادت بتطلع بي تي نود على بي زائد اي اعتقد زائد بي مش كده؟ اي زائد بي ايه؟ بي اس نود. اظن كانت كده يعني ان شاء الله يعني تطلع مظبوطه. طبعا عندي هنا تو بارامتر، زي انا كان عندي بارامتر واحد اللي هو الاس الثيتا، فهنا هضطر ان انا اعمل او طبعا ممكن تقول ان الواي بتساوي الكلام ده في اليو سي، فانا عايز احسب دي تي نود باي دي تي اللي هي دي ثيتا باي دي تي، وعايز احسب دي بسم الله الرحمن، وعايز احسب دي اس نود باي دي تي. فطبعا هنا بما انه الايرور هو واي ماينس واي ام، ولما هاجي افضل الايرور يبقى هفضل الواي، تفضل الواي ام طبعا بصفر بعتبر انه ده ثابت يعني مش تمام. فيبقى عندنا هنا الدي واي باي دي تي نود ده هيطلع بي في على بي زائد اي زائد بي اس نود في اليو سي، وبعدين هنا دي واي باي دي اس نوت، فبيطلع هنا بي زائد اي زائد بي اس نوت
واظن هنا كان بيطلع ماينس بي في الواي. هو طبعا كان ده سكوير وبعدين المقام فتفضل البسط، البسط فتفضل المقام، فبلاقي طبعا مضروبه في اليو سي، فبلاقي واحده منهم في اليو سي تطلع هي الواي، تمام، وده اللي هيتبقى. ودي عملناها الاسبوع اللي فات يعني كده، انا بكتب النتيجه ان شاء الله يا رب تكون مظبوطه يعني. ف وبعدين ممكن منهم بحسب الايه، بحسب الدي بقى دي تي نود باي دي تي. الدي تي نود اللي هي عباره عن ماينس جاما في الاي، تمام كده ولا ايه؟ في ماينس جاما في الاي في الواي ام، تمام كده؟ يبقى ماينس جاما في الاي مظبوط اللي هو الواي ماينس واي ام، هو ده المفروض صح كده ولا انا غلطان فيها؟ مظبوط الكلام؟ اه واي ماينس واي ام، لا في دي واي باي دي ماينس ام، لانه تاني بس هو احنا عندنا احنا نكتب العلاقه الاصليه عشان انا بس ما انساش وما اتلخبطش. احنا عندنا دي سيتا باي دي تي هي ماينس جاما في الاي في الواي ايه؟ في الواي ام، اه تمام كده؟ مظبوط الكلام. اه هما الايه في ايه يعني؟ مظبوط الكلام يعني. يبقى دي تي نود باي دي تي اللي هي ماينس جاما في الاي. في حاجة غلط ولا انا متهيألي؟ مش عارف. في الواي ام والمفروض احسب برضه دي اس نود باي دي تي. في حاجة مش منطقية بس كده يعني، مش كده ولا ايه؟ هنا دي سيتا امال انا حسبت هنا دي واي باي دي تي ليه؟ انا حسبت هنا دي، وانا حسبت دي واي باي دي تي ليه؟ هي المفروض هنا دي واي باي دي تي بتساوي حاجة. معلش برضو اراجع عشان انا اتلخبطت شوية. طب لحظة واحدة بس عشان انا مرتبك، فطبعا لما تسألني وانا مرتبك هرتبك اكتر ولخبطك، واحنا كلنا هيبقى متلخبطين، فانا يعني مش عايز الخبطني ولخبطك، تمام؟ فالكلام مظبوط يعني، الكلام في حاجة مش مظبوطة يعني، هقولها كده بالطريقة يمكن تمشي ان شاء الله يعني، بس حصل نوع من انواع اللخبطة. واحنا عندنا طبعا يعني انا ممكن ممكن اعتبر ان دي تي نود باي دي تي هي ماينس جاما، مظبوط الكلام؟ في يعني هنا اصلا انا فضلت الواي بالنسبه للتي نود، والمفروض ان الايرور هو واي ماينس واي ام، ف حصل يعني الدنيا اتلخبطت معايا معلش. نعم يعني فدي اي باي دي تي هي بس انا بفضل بالنسبه للتي، بس هي النقطه هنا يعني ده اللي لخبطني انا شويه. انا هنا بفضل بالنسبه للتي، هنا بفضل بالنسبه للتي نود، فكان انا لو هقول دي واي، معلش يعني هي بس فلتت مننا، دي واي باي دي تي ممكن اقول ان هي دي واي باي دي تي نود في دي اي باي دي تي، صح كده؟ تمشي يعني كده شكلها كده يعني تمشي كده، ولا انا غلطان برضو؟ باي دي تي نود، الله يفتح عليك. يا سلام، انا عمال ادور عليها دي يا يوسف. دي تي نود باي ايه؟
دي نود دي تي نود وانا انا عايزه دي تي نود باي دي تي ولا انا عايزه دي تي نود باي دي تي تمام هو ده الايه فانا معلش كروتها كده شويه وبعدين نبقى نرجعها مع بعض تاني يعني تمام فهنا عشان بس انا حصل لي يعني نوع من انواع اللخبطه بحكم السن بس يعني فانا هكتبه وبعدين نقعد نفكر فيها سويا يعني تمام فانا هنا عشان اختصارا بس عشان ما نضيعش الوقت كتير يعني فكان انا كانه يعني ممكن اكتب فوق كده ان دي ثيتا باي دي تي جنرال يعني هي ماينس جاما اي في بارشل اي بارشل ثيتا وبناء عليه هيبقى دي تي نوت وانتوا بصوا عليها انتوا ممكن تقطعوها جوه احسن مني ماينس جاما في واحد على بي زائد اي ام اللي هي بتاعت الموديل ولو كان في اي ثابت فوق دخلناه في الجاما يعني مضروبه في طبعا ده مضروب في اليو سي وبعدين مضروب هنا في الاي وهنا هيطلع جاما واحد على بي زائد اي ام مضروبه في الواي وهذا مضروب في الاي احنا عملناها المره اللي فاتت يعني كتبناها في المحاضره اللي فاتت بس هو احيانا الواحد لما بيفطر لحمه بيبقى واحيانا ما بيفطرش خالص بقى تمام فهي هنا هو احنا لازلنا في الكلام بتاع المره اللي فاتت ما قلناش حاجه جديده بس هي حصل نوع من انواع اللخبطه وانتوا بصوا راجعوها يعني لو فيها حاجه ابقى متهيألي النص ده مش محتاجينه تمام لو حد عايز يصوره ولا حاجه فانت برضو اما تدخل الامتحان ان شاء الله ما تبقاش تتلخبط بس يعني تمام طيب انا اتلخبط براحتي انا يعني مفيش حد بيمتحني يعني انتوا بتمتحنوني بس يعني الحمد لله تمام طيب هيبقى عندنا سيستم اللي هو قلنا ان هو كان بي على بي زائد اي وهنا كان في يو سي وهنا الكنترولر كان عبارة عن تي نود في يو سي ده واحد يبقى هنا في ملتبليكيشن وبعدين هنا طبعا ده مجموع وبعدين ده واي وبعدين هنا برضو في ملتبليكيشن اللي هو اس نود مضروب في الواي صح كده يعني اليو هنا احنا كاتبين هنا كده اليو عباره عن تي نود في اليو سي ماينس اس نود في الواي فده الايه ده ال طبعا الموديل اللي هو اي ام على بي زائد اي ام ويبقى اللي هنا ده هو الايرور اللي هنا ده هو مين هو الايرور نجيبه منين بقى من الكلام اللي احنا كاتبينه اللي احنا عايزين نجيب تي نود فدي تي نود عبارة عن جاما ومضروبة في اي وبعدين ده مضروب في يو سي فيبقى انا عندي هنا ده اليو سي هيخش على اللي هو ده واحد على بي زائد اي ام لان هنا ده كفلتر هو اللي بيأثر على اليو سي
وبعدين الخارج كان المفروض معلش انزل بيها شويه كده تحت شويه ولا حاجه، ممكن اخليها. طب انا اعملها هنا ليه؟ انا اخليها كده، اخليها كده. هو اليو سي داخل على ده على طول هنا، واحد على بي زائد اي ام، تمام. واللي خرج ده المفروض انه اتضرب في الاي ثم جامع على اس عشان نطلع تي نود اللي هي تي نود دي. فيبقى اللي هنا كان هنا في جامع ماينس جامع على اس. ويبقى احنا لو خدنا الايرور ده هنضربه في ده، واللي خارج يطلع هنا كده. يعني ممكن ترسمها بطريقة احسن، بس يعني ايه اما نقول بس نرسمها وبعدين بقى نظبطها. تمام مظبوطه كده متقل يا باشمهندس يوسف؟ تمام. وبعدين بالنسبه للاس نود نفس الكلام، بس الاس نود واخد الواي. فلو انا اخدت الواي ده ضربته او دخلته على الفلتر ده اللي هو بي زائد اي ام، وبرضه مضروب في الاي فهو ده الاي. فانا هحط هنا ملتبليكيشن كده واخد الاي كده داخل على ده وده، يبقى ده ملتبلايد مع ده. وبعدين اللي خارج بقى احط له جمع على اس كده. وخدوا بقى وارسموا على السيميولينك وسيميوليت بنفس الطريقه كده، ان شاء الله يطلع كويس. احنا برضه بصينا عليه المره اللي فاتت، ومعلش يعني هنا حصل بس كده ايه في سنجلاريتي هنا، تمام. يعني لان واضح ان كان في بول في الرايت هاند سايد، وانا مش عندي بول واحد في الرايت هاند سايد، هي كل البولز في الرايت. يمكن في بول كده على الامسنج اكسس ولا حاجه هو اللي شغال دلوقتي. طيب ده بناء على ما تم وليس الجديد، واتفقنا ان ده ممكن يكون انستيبل وتدي له جاما. وانا عامل على فيرست اوردر سيستم، يعني لو خدت سكند اوردر سيستم طبعا مش هيبقى عندك تي نود واس نود، هيبقى عندي تي نود واس نود وتي 1 واس 1. لا بلاش تي، بلاش تي 1، هيبقى عندك ار 1. يعني انا لو عندي سيستم، لو كان السيستم سكند اوردر يعني مثلا 4 سكند بس عشان تبقى نوت، يعني اوردر سيستم، هيبقى الكنترولر هيبقى تي على ار في يو سي ماينس اس على ار في واي. فالار هيبقى 1 زائد ار 1 بي اللي هو الاس يعني. وهنا برضه نفس الكلام، هنا يو سي وهنا 1 زائد ار اي 1 في بي. التي بقى هنا هيبقى عندي تي نوت زائد تي 1 بي، والاس هيبقى عندي هنا اس نوت زائد اس 1 بي. يبقى عندي كام بارامتر؟ 1 2 3 4 5 مش كده؟ 5. فمجرد بس انتقلنا من سكند من يعني من فيرست من زيرو اوردر اللي هو الجين ده لفيرست اوردر، بقى عندي من بارامتر يبقوا 2. هنا من سكند سوري من فيرست لسكند بقى عندي 5. وبالتالي لما تيجي تعمل الشغلانه دي تبقى صعبه شويه تتعمل، بس يعني ايه هتبقى محتاجه تركيز شويه. وكان يعني الكونكلوجن الاخير اللي احنا وصلنا له ان سيستم ممكن يبقى انستابل، تمام. واحنا عايزين نستابلايز، فعشان تستابلايز ما عندكش حل غير انك انت تفكر كما فكر ليابنوف. فليابنوف قال حاجه كويسه. ماذا قال هذا الرجل؟ فاكرين ليابروف طبعا؟ ها؟ لا يعني مش هنتكلم في ليابروف كتير، يعني هنتكلم في الكونسبت بس يعني، تمام؟ بس هو طبعا ليابروف المفروض يعني ان واحد هو كان المفروض الناس اللي بتدرس حتى ستيت سبيس موديلنج في اللينير سيستم يتكلم عن ليابروف برضه، لانك انت بتتكلم على ليابنوف برضه لينير سيستم، مش ليابنوف ده لكل سيستم مش للنون لينير بس، يعني سواء بقى تايم فارينج تايم انفاريانت لينير نون لينير
كونتينوس ديجيتال وتظهر يعني. وهو اللي ابونا بيستحق ان الناس تتكلم عنه يعني في كلام كويس. فاحنا عندنا نرجع تاني بقى هنشوف ازاي نختار احنا كنا هنا اخترنا الام اي تي رول في الديزاين. هنا الواي ماينس واي ام والدي اي باي دي تي. طبعا انا بكلم نفس المثال بس هكلم هنا يوزنج ليابنوف. يوزنج هنقول ايه؟ موديل ريفرنس ادابتيف كنترول يوزنج ليابنوف. ليابنوف ليا ها في هنا ايه؟ ليابنوف. اتفضل يا فندم. تاني اللسان اللي هو ده يعني يعني الكنترولر بجامتكس هم تي نود واس نود. بس طبعا الجاما اي طبعا محتاج تظبطها يعني كده. يعني المثال بقى اللي قبله اللي كان في جين بس كان في جاما وبرضه لما عندنا الاوردر بتاع السيستم في جاما برضه بس يعني مش فارق الاوردر بتاع السيستم يعني. هو انت ممكن تقول كان السؤال بتاعك يعني ان انا عندي هنا جاما وعندي هنا جاما يمكن محتاج جاما هنا غير جاما مثلا يعني مثلا يجوز يجوز بس ما بنعملش كده يعني 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 انما انما من الجائز من كان الاوردر بتاع السيستم هيبقى محتاج جين واحد بس لا ما انا عندي كنترولر بجامتكس انا مش بظبط الجاما بس ما التي نود والاس نود كمان داخلين في الموضوع. هو هيقصد التي نود والاس نود محسوبين لا مش محسوبين. هو طبعا انا كاني بفتقد كانه سيستم كان ثابت يعني. ما هو انت لو سيستم لو سيستم الاي والبي دول كانوا ثابتين بس مش معروفين فبمجرد ما يوصل للسي ستيت خلاص الدنيا استقرت والدنيا هتمشي تمام. انما بفرض بقى ان الاي والبي كانوا متغيرين او السيستم نفسه كان نون لينير ففي تغير في الاوبريتنج كونديشنز فنظريا في تغير والتغير بيتبعه تغير في الاس نود والتي نود. لو كان ده ثابت طبعا الاس نود والتي نود هتوصل لقيمه ما وخلاص تثبت عندها طالما ان الموديل نفسه ثابت. لو الموديل ابتدى البرامج بتاعته صغير ويمكن تجربها يعني تحط الاي والبي فانكشن في التايم كده هتلاقي طبعا لازم ان هو السيستم يفولو وهيبتدي لما يحصل تغير لو كان التغير يعني صدن تغير في الـ في الاي والبي بتوع السيستم هيحصل تغير وفي مرحله ترانزيانت لازم يعني. واضحه الرساله ولا مش واضحه؟ ما انا فاهم يعني. هو انا بتكلم على حالتين اصلا برضه. الحاله الاولى ان السيستم الاي والبي مش متغيرين بس مش معروفين. وبما اني مش عارف الاي والبي لان انا لو كنت عارف الاي والبي لو كنت عارف الاي والبي فانا ممكن بان انت تساوي ده بده فاقول ان التي نود هو بي ام على بي خلاص طلعنا ممكن. وانه الاس نود هتبقى عباره عن اي ام ماينس اي على بي. فلو كان الاي والبي معروفين انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج وخلاص ما انا عارف الموديل اخترته فطلع كنترولر لان انا عارف الاي والبي. بس هنا انا مفتقد ان الاي والبي مش معروفين بس مش متغيرين. فدي حاله بما انهم مش متغيرين يبقى السيستم هيبتدي يعمل نوع من انواع الايه؟ الادجستمنت لغايه ما يوصل مش لازم نسميها ترو بارامترز هيوصل البارامترز اللي تظبط له الواي يساوي الواي موديل. انما لو كانت الاي والبي مش معروفه وكمان متغيره فيبقى التغير بتاعها هيتبعه تغير في الكنترولر بارامترز. لانه في الحاله الاولانيه الكنترولر هتوصل لقيمه ثابته وخلاص وتظل عليها مش هتتغير. انما لو كان الاي والبي كمان بيتغيروا هيبقى الكنترول بتاعك كمان هتتغير تبعا لتغير البارامترز. فده ده 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 يعني وجهه نظري ما اعرفش اذا كان وصلت محمود شوندس محمود يعني. انما هو كان سؤالك يعني يمكن انا توهتك واجد يعني ما انا يعني انا توهكم بقالي تاني ترمو تقول تقول واحنا فين دلوقتي تمام يعني. هنا هو كان سؤالك في الجومه دي ولا ايه؟
فالجاما يا سيدي يعني انا مفترض ان هي جاما ثابت لو غيرتها وبقدر بجاما واحده اوصل للسيستم. انما هل اغير الجاما واحط اثنين جاما؟ يعني يجوز يعني ما يعني ليس هناك مانع يعني. يعني لو قلت ان السيستم مش هيتظبط الا بهذه الطريقه تمام كده. بس هي في الحقيقه يعني انا اظن ان هي مش محتاجه قوي يعني هذا الكلام. ليه؟ لانه احنا متفقين ان الترو بارامترز ملهاش علاقه بان الواي تفول الواي موديل. بس برضه ما اقدرش اقول ان انا بتيون وان بارامتر مش جاما بس، هو في عندي جاما وتي نود واس نود تمام. ولو كان عندي هنا ده السيستم كده يبقى انا عندي شويه الايه شويه الكنترولر بارامترز دي هي بس كلهم كمان فانكشن في جاما. واحنا وكل الاسئله كانت بتاع اسامه هو زي ما تقول ايه موصينه قبل ما يطلع من البيت كل ما يمسكه ما تسويش ما تسويش كده يعدي منك. فين الجين ده؟ انا عامل كل الجينز عمال اخبطها في بعض كده اطلع جين يعني. وهو دي زي ما اتفقنا فيها ده كونسبت مهم في الكنترول يعني. يعني يمكن مختلف شويه عن مختلف ممكن تكون الفكر ده مختلف شويه عن بقيه العلوم اللي في الهندسه يعني. لان احنا بنعمل بالكينج لكل الجينز يعني. وانا في النهايه يهمني ان الاوت بوت يطلع او بلاش الاوت بوت بس يعني عشان نبقى برضه ايه عشان نبقى امناء يعني. يبقى كل الستيتس يعني الاوتبوت والايرور والكنترول اكشن يعني كل السيجنالز يعني تبقى مقبوله. لو كل السيجنالز مقبوله خلاص تمام. واضح الفكره دي؟ لا ما تقولش يعني ده راجل دلوقتي انت راجل دلوقتي دارس كنترول سيستم داينامكس سنه ثانيه ودارس في سنه ثالثه ستيت سبيس باين ومش عارف روت لوكس وبوت دياجرام واخد حاجات جامده يعني. وجيت في رابعه خدت ديجيتال كنترول واخد نون لينر كنترول واخد الادابتف كنترول. لا انت محشي كنترول يعني ما حدش درس زيك كده كنترول. لا صحيح طبعا في حاجات ممكن تكون واقعه مننا كلنا عادي يعني. انما لا يعني انت عندك في الكنترول واخد برضه مجموعه كورسات كويسه يعني ما حدش بياخدها زي صدقني يعني مش عشانها ولا ديجيتال حتى يعني. الديجيتال ده كانوا بيدوه بالبوست جراديوت احيانا يعني. لا يا فندم انا هو حضرتك بتقول ان البارامترز اللي عندنا هو الاس نوت والتي نوت والجاما ماشي. بس هو الاصل ان الاس نوت والتي نوت هم فانكشن في الجاما بس والموديل ريفرنس ماشي هو الجيم هو الجاما يعني اللي انا بكتبه ماشي تمام. ايه المشكله برضه؟ لا الفكره اوردر سيستم كده انا ما بقاش عندي الجامعه بس يعني لو كان عندي فيرست اوردر او تنس اوردر في الاخر تلاقي جامعه بس ده الغريب يعني. هو هي المشكله ايه يا محمود؟ المشكله ان انت كنت بتقعد هنا. لو جيت قعدت هنا هتلاقي نفسك فاهم. لا يعني هو المشكله انه انا بديزاين كنترولر بس انا عمليه الادجستمنت بتاعت عمليه الكنترولر بارامترز تمام داخل فيها البارامتر اللي هو اسمه جاما. ده جاما ده يعني بنقعد نجيبه بالتجاهل اندرو احنا حاطين فيه اشاره ناقص. معنى الكلام ان ما ينفعش تحط جاما بالناقص مثلا لازم تكون جاما بالبوستيف لان مره هنا في جاما الدي اس نود جاما بوستيف الدي تي نود الجاما بالنيجاتيف فده مثلا يعني. فنقصد انك انت انما هل اقدر اقول ان هي ان هو وان بارامتر؟ لا هو في تي نود واس نود. ويمكن اللي قاله يوسف ادق شويه ان التي نود والاس نود نفسهم فانكشن في الجاما. جاما بس حاجه ثانيه والموديل يعني كل حاجه في الكنترولر وانت مهما كان الاوردر بتاعك احنا ما جربناش يعني لا يعني كلام يعني انا ممكن افكر فيها بس يعني بس الكلام مش يعني ليس دقيقا يعني. ليه؟ لان احنا حاطين كريتيريا. الكريتيريا اللي حطيناها بتاعت الام اي تي ان احنا جايبين كوست فانكشن في الاي سكوير مش كده ولا ايه؟ وعاملين الالجوريزم بتاعت الابديتنج او الادجستمنت باستخدام هذه الكريتيريا. فما اقدرش اقول ده جاما مجرد جاما ده جين انما في كريتيريا محطوطه يعني زي مثلا بتعمل ليست سكوير استيميشن في البارامتر استيميشن فانت عندك كريتيريا بتاعت الايه؟ فمثلا لما بتعمل ويتد ليست سكوير فيها دبليو انا ما ارجعش اقول لا ده هي العمليه كلها في دبليو هي مش في دبليو مش كده ولا ايه؟ يعني في دبليو ده ويت انما في كرايتيريا في اوبجكتيف فانكشن انا بعمل لها مثلا ايه مينيمايزيشن او حاجه زي كده يعني. فهو برضو عشان يبقى الكلام بس دقيق يعني
تمام؟ يعني هو الكلام اللي بيقوله صح ينفع لو هو الاوردر مهما كبر برضه هو محمود اي حاجه يقولها تصح. ما نقدرش انا ما اقدرش عرضه يعني راجل طيب وممكن يعني ايه اتفضل يا فندم اتفضل حضرتك. يعني هو يعني مهما بعد كده لما نيجي نكبر مثلا هو السكند اوردر اللي بينا نعمله هنلاقي ان الموضوع كله برضه بيرجع الحاجات كلها الفانك كلها تبقى فانكشن في الجامعه ولا ده مش هيحصل؟ لا هيبقى يعني ماشي يعني هيبقى في جاما في جاما مش عايز اقول فانكشن في جاما هو في جاما في الموضوع في اقصد هيظهر لنا حاجه ثانيه جنب الجاما. هو كان سؤال محمود ان دي جاما واحد هو عايز انا مش عايز بس اطول في الحته دي عشان هو راجل عايز يستاذن فانا عايز اخلص برضه ويسمع الكلمتين اللي انا اقولهم في الاخر لانه في احتمال كبير تبقى دي اخر محاضره يعني ان شاء الله تمام. فهو يعني نبدا بسؤاله يعني سؤاله كان انا عندي هنا جاما وهنا جاما فهو كانه كان عايز يقول لي ما تخلي دي جاما واحد ودي جاما اثنين ممكن تبقى مساله اوبتمايزيشن ثانيه يعني ممكن تبقى مساله اوبتمايزيشن اخرى يعني ان انا اجيب جاما واحد وجاما مش جاما واحده بس يعني من الجاز ان انا غيرت الجاما دي خليتها مجا جاما 1 وجاما 2 من الجاز ان يطلع لي برفورمانس احسن وكده بس انا بجيبها ازاي؟ في الحقيقه انا بحسبها بالتجاري اندرور بس هي دي الفكره. فانا مش عايز اقعد اعمل تجاري اندرور في 3 4 جاما يعني انا لو جبت في المساله السكند اوردر بان في 5 كنترولر بارامترز هحط لهم 5 جاما يعني انا بحرج نفسي يعني انت تمام. هو الجاما غالبا بتمشي مثلا بس يعني بفرض ان المساله بفرض ان المساله وان كان طب خلينا نكمل الموديل ليابنوف ماشي ويمكن يحل المشكله اللي احنا محتاسين فيها. معلش يا محمد قلنا بالنسبه مثلا للكيلو كاننا بنعمل فلتر على اليو سي تمام والاس كنا بنعمل فلتر على الواي تمام. لو احنا لو السيستم بقى ثيرد اوردر او كده ودخل معانا الار دي مثلا بتعتبر كانها فلتر ثاني على اليو او الواي يعني ولا دي تعتبر لا هو فلتر بس الاوردر بتاعه اعلى يعني هيبقى فلتر برضه زي ده كده يعني الفرق بين ده وده لو فين دي اللي هي دي المعادله بتاعت اليو بس هو فلتر بس هو برضه يعني فيزيكالي المفروض انك انت يمكن بس الكلام مش وقته انما يعني عاده يعني انك انت الفلتر غالبا اللي بيبقى الافضل دايما انك انت اللي بيأكت على اليو سي غير الفلتر بيأكت على لان اليو سي ممكن يحصل فيها سادن تشينجز فبتبقى محتاجه نوع من انواع التعامل الايه ما يطلعش دريفاتيف مثلا بانفينيتي لو انت عندك انبوت مثلا اليو سي ده عامل كده تمام لما تحط له فلتر الدنيا ممكن ايه بتجيب دريفاتيف بتاع حاجه انما الواي غالبا الواي دايما بيحصل يعني بيتغير بطريقه سموز يعني دايما الواي بيبقى عامل كده او كده يعني سواء بيقل او بيزيد يعني او حتى لو كان ساينسويد انا مش مشكله يعني تمام انما يعني التغير مش فجائي انما اليو سي مشكلتها ان ممكن التغير فيها يبقى فجائي فالتغير الفجائي لو عملت له انت بي دي كنترولر مثلا طبعا الدي ده ديريفاتيف فبيعمل مشكله في البدايه يعني. طيب اهم اقول بس قبل ما انسى هو اتلخبط تاني في البتاع ده تمام كده فهنا الدي اي باي دي تي هو عباره عن دي واي باي دي تي ماينس دي واي ام باي دي تي دي واي باي دي تي اللي انا بتكلم عنه في المثال اللي هناك هو ماينس اي في الواي زائد بي في اليو واليو اللي هو كان تي نوت يو سي ماينس اس نوت في ايه في الواي مظبوط الكلام ماينس دي واي ام باي دي تي دي واي ام اللي هي كانت ماينس اي ام ماينس عشان في ماينس بس صح كده ماينس اي ام في كام في واي ام باين صح كده ولا ايه انا كاتبها في مكان ما اللي هي ماينس اي ام واي ام هنخليها حتى بالزائد لانه ماينس هناك في ماينس فماينس تبقى زائد وهنا في دي ماينس يبقى ماينس بي ام في اليو سي يبقى دي عباره عن زائد اي ام واي ام ماينس بي ام في كام في يو سي
يا رب تكون مظبوطة ان شاء الله يعني. تمام يا مستر مصطفى، ماشي الكلام؟ تمام. اجمع هنا كده ايه ام في واي، وهطرح اي ام. اتخيل ان انا جمعت ده وطرحت ده كده، فيطلع لي هنا ان دي اي باي دي تي انا عندي هنا في ام في واي ام، وهنا ام في واي. فلو انت خدت ام مشترك فهيبقى عندي ماينس ام في اي، صح كده؟ يعني الترم ده مع الترم ده، فانا هاخد اي ام، فاخدت ماينس اي ام، فتبقى واي ماينس واي ام. واي ماينس واي ام هي اي. وبعدين يتبقى لنا هنا الحاجات اللي في واي بقى، اللي باقي كله يا اما في واي يبقى ده وده ده، صح كده؟ يبقى انا اقول مثلا زائد ولا ناقص ولا ايه؟ ما انا عندي هنا في ماينس، وعندي هنا خليها بقى ماينس ولا زائد اي ام، وهنا ماينس ايه، صح كده؟ ماينس ايه بي اكيد ماينس، لانه فواي. وبعدين اللي مضروب في يو سي هذا وذاك، يبقى كام يا دي؟ ماينس، فاخليها ماينس بي ام. ممكن الاشارات بس ادخل الماينس جوه اخرجها بره، ما فيش مشكلة يعني، بس ماينس بي ام ماينس بي تي نود، ماينس بي تي نود في يو سي. يعني لو حبيت بس عشان ايه يعني، هي مش هتفرق حاجة، بس لو انا حبيت اخلي دي زائد، طبعا دي زائد هتبقى ناقص، ودي تبقى ناقص تبقى زائد، يعني مفيش مشكلة يعني، صح ولا ايه؟ وكذلك هنا يعني لو خليت ده ناقص يبقى ده الزائد دي تبقى ناقص، والناقص دي تبقى زائد، والناقص دي تبقى زائد، يعني فالاتنين ماشيين يعني، يعني لن نختلف في ذلك. عايزين نختار في، هي الفكرة عشان مين معانا ما حضرتش النون لينير باختصار يعني، يعني حضرتك يا كريم النون لينير؟ صفة حلوة ولا كويسة عاملة ايه؟ لا الله بقى مش للدرجة دي يعني، بس يعني ده انا بس تقول بنكشك يعني، انما هي طبعا النون لينير هو اللي رائع، عشان بنقول الحق يعني، في شوية الفيزيكس اللي هي بتظبط المعاني بتاعت الكنترول يعني. فهي الفكره ببساطه شديده انك انت بتختار ليبنوا فانكشن بتبقى بوزيتيف ديفينيت، لانها بتعبر عن الانرجي، تمام؟ فده تبقى بوزيتيف ديفينيت. بوزيتيف ديفينيت معناها انها بوزيتيف دايما اكسبت عند الاكليبريم، تمام؟ ونجيب الفي دوت بتاعتها وتبقى المفروض نيجاتيف ديفينيت او نيجاتيف سيمي ديفينيت، تمام؟
عشان اضمن انه 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 السيجنال تبقى باوندد ايه ما بتروحش للمالا نهايه يعني. فبناء على هذا الكلام من الاكسبريشن بتاع الاي دي باي دي تي ده هاخد الفي لت يعني هنا في كده هو هي الفكره في اليابنوف برضو يعني زي ما تقول المفتاح بتاع اليابنوف انك تختار الفي. احنا بس في الفرصه العلمانيه كنا بنتكلم على سيستم زي اكس 1 واكس 2 وبتاع ما عندناش انما هنا سيستم معروف الملامح فانا بـ 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 لازم ان انا ايه استعين بمعرفتي للملامح بتاعته ان انا اختار الفي المناسبه. وبالتالي لو انا اخترت الفي مثلا نص اي سكوير على اساس يعني المفاضل يطلع لي هنا ايه وبعدين اخد ترم زي ده كده واحد على بي انا اخدت واحد على بي ليه؟ لان انا لما هاجي فاضل ان شاء الله هيطلع لي في التفاضل ده بي عايز اكنسله يعني وبعدين نزق له جاما عشان ما حدش منا يزعل هي دايما الجاما بتزعلنا من بعض لازم يبقى عندي تيوننج بارامتر يعني باختصار شديد يعني تمام كده يعني هم الجماعه اللي هم بتوع الكوميونيكيشن دايما بيعمل لك انت بتبقى عندك الراديو بتاع زمان ده كده تقعد تعمل تيوننج للايه ولا يعني هي لازم يكون في حاجه بتقدر تغير بيها الدنيا يعني تمام في نويز جاي لك فانت عايز تريجكت النويز يعني فدي له جاما عشان خاطر الباشمهندس محمد اشرف الراجل العظيم ده تمام في ممكن معلش هخليها كده احسن كده بي اس نود هخلي اخد الاشاره الزائد بي اس نود يبقى هنا زائد ايه مش كده صح كده ماينس ام سكوير عشان تبقى وسط في ديفينيت تمام وبعدين هنا برضو هاخد طبعا النص بره ده في الكل يعني هاخد هنا برضو واحد على بي جا بي مش بي بقى لا بي صح هنا برضو التفاضل بيديني بي فهنا هخليها برضو واحد على بي جاما ودي هتبقى نقول ايه هناخد دي اشاره دي هاخد هنا بي تي نود ماينس بي ام كل سكوير وتعالى نحسب دي في باي دي تي ما خدتش حاجه انا خالص انا خدت تجم ده تجم واحد ده اصل الاي ام انا مختارها بوست في شور يعني الاي ام انا مش عارف اختار موديل الاي ام بتاعته هتبقى انستيبل فالاي ام شور بوست تمام ف نعم لا يعني لا ما فيش مشكله هي في كل الاحوال سواء بوستيف ولا نيجاتيف انا لما هفضل ده هيطلع لي بي تمام فهي كونها بوستيف ونيجاتيف عايزه تكنسل بس يعني هنا مش ايه انما هو في احيان كثيره بيبقى على الاقل مطلوب انك تبقى عارف الاشاره بتاعه الدي سي جيم بتاع السيستم زي المثال الاولاني لان انا الاشاره بتاعته لها علاقه بالقصه يعني فانا ممكن اكون مش عارفها بس عارف الدي سي جين بوستيف ولا نيجاتيف يعني ودي انك انت تحسبها سهله حتى اكسبيرمنتال يعني تدي انبوت وتشوف الاوتبوت طلع ايه واحد انبوت بوستيف طلع لك اوتبوت نيجاتيف خلاص فدي سي جين نيجاتيف فانت بتبقى عايز تعرف الاشاره بتاعه الايه فهنا هنقول انه دي في انا عايز احسب دي في باي دي تي طبعا هنا نص اي سكوير الاثنين هتروح مع الاثنين فيطلع لي هنا اي دي اي باي دي تي تمام هو الترم ده وبعدين هنا برضه في اتنين تروح مع النص والبي هتروح مع البي فيبقى عندي هنا واحد على جاما في ام ام ولا حاجه انا بقى مش عامل تمام انا واحد على جاما مضروبه في بي اس نود زائد ايه ماينس اي ام ده لو انا بفاضل القوس ده
تربيع يبقى 2 طبعا على 2 في القوس، بس فاضل بالنسبه للتايم تمام، فهفاضل بالنسبه للاس نوت، وبعدين فاضل اس نوت بالنسبه للتايم، فيبقى الكلام ده مضروب في دي اس نوت باي دي تي، يعني كان التفاضل ده من غير دي اس نوت باي دي تي كان فضلت بالنسبه للاس نوت تمام، بس انا بفضل بالنسبه للتايم، فدي اس نوت باي دي تي. وبعدين هنا نفس الكلام، الاثنين مع النص اللي بره، والبي دي هتروح مع دي كان بفضل بالنسبه للتي نوت يعني، ويبقى عندنا واحد على جاما في هنا بي تي نوت ماينس بي ام في دي تي نوت باي دي تي. تمام مستر بيتر، فين صديقك اللي كان قاعد وراك؟ انا بلاقي يعني بيحصل زي ما تقول ايه يعني الدنيا بتتغير وانا مش مركز هنا، عشان الوقفة على السبوجة دي برضو انا ما كنتش حابب زمان اقف على السبوجة حقيقة، يعني ما كنتش حابب حد يطلعني على السبورة ويقول لي حل المسألة دي، وكنت بخاف يعني وما بحبش حد يقعد يتفرج عليا كده ويقول لي ويطلع لي غلطات ويوسف يوسف بقى زي ما تقول ايه مستقصدني، يا يوسف طب ما عديها. وبعدين قالوا لي انت هتشتغل معيد، قلت لهم خلاص امري لله بقى. تمام اتفضل يا فندم. يعني مفتقدين هذا، بس يعني انا بقول لك ان هذا نقول ايه هذا الابروتش بلد، حتى لو كان سيستم نون لينير او الاي والبي متغيرين، واحنا ممكن نجرب على نون لينير سيستم. بس طبعا لو انت معاك نون لينير سيستم هتبقى محتاج تعمله كنترولر بالاستراكشر ده تمام، او الاستراكشر ده، فيبقى انت في البدايه هتلاقي طقمة اللينيرايز، بس انا باللينيرايز السيستم فقط عشان احط الكنترولر ده، وبعدين ابتدي اعمل الالجوريزم بتاع تغيير اللي هو الدي تي نوت، لانه لو كان الكنترولر السيستم لينير وثابت فهيبقى الاس نوت والتي نوت ثابتين، فيبقى اتفق يعني في السيدي ستيت، فهيبقى دول طبيعي بصفار يعني تمام. انما السيستم بقى نون لينير وفي عندي ديفرنت اوبريتنج كونديشنز وحاجات زي كده الجزء ما يشتغل ان شاء الله يعني تمام. يعني الموديل ريفرنس ده في الحقيقه الواحد يستحق يدرس فيه كورس لوحده، في كلام كتير جميل يعني تمام. بس احنا زي ما بنقول ايه بناخد الايه بناخد الفكره الاساسيه، وتقدر بقى تجنرالايز الكلام يعني. اظن كده مظبوط. عندنا بس هنا دي اي باي دي تي ودي اي دي انا حاسبها قبل كده تمام. فانا بس هستاذنكم ان انا هعوض لو سميت المعادله دي واحد والمعادله دي اثنين، فانا هسبستيتيوت من واحد في اثنين وهكتب اكتب النتيجه يعني عشان ايه عشان الوقت بس يعني، وارجو ان انا ما اكونش يعني تعبكم معايا ولا مزعلكم ولا حد يكون واخد على خاطره مني ولا حاجه، عشان يعني احنا كان هدفنا الايه هدفنا ايه يا مستر يوسف، كان هدفنا ان احنا بس ان ايه نوصل معلومة كويسة يا رب ان شاء الله تكون مفيدة يعني باذن الله تعالى. فاستاذنكم ان انا ايه اكتب النتيجة النهائية. فالنتيجة النهائية بعد التعويض يعني هيطلع ان ده عبارة عن ماينس اي ام اي سكوير زائد واحد على جاما بي اس نود ماينس زائد اي ماينس اي ام في دي اس نود باي دي تي اعتقد واحد على جاما في دي اس نود باي دي تي ماينس جاما واي اي تمام كده، زائد واحد على جاما هنا بي تي نود ماينس بي ام مضروبه في ده قوس مضروبه في دي تي نود باي دي تي ماينس جاما يو سي
اي خلي بالك هنا عشان بس انت عندك هنا يعني انا واخد هنا الترم ده كان فيه واحد على جامعة والترم ده ما كانش فيه واحد على جامعة، فلما خدت جامعة منهم ورحت ضارب ده في جامعة تمام. وبعدين برضو لما بعوض بالدي اي باي دي تي هيطلع لي هنا في اي، فهتظهر لي اي برضو في الايه في الترمات، فانت هتعوض بس وتجمع الترمات بالصورة دي، لان الصورة دي هي اللي هتدينا الحل اللي يضمن لي الاستابيليتي. يعني احنا قلنا في الام ليه؟ لان انا استخدمت اليابونوف، واليابونوف استابيليتي مضمونه تمام. خدت فانا طب اختار بقى اختار الدي يعني انا لو اخترت هنا الدي اس نوت، دي اس نوت باي دي تي بتساوي جاما واي اي، والدي تي نود باي دي تي هتساوي لا في واحده بالناقص واحده بالزائد حسب ما انا فاكر يعني، فيمكن انا غلطت في الاشاره، فهنا ديت اللي الثانيه دي زائد واللي فوق ناقص، يبقى الثانيه زائد يبقى دي زائد، دي زائد صح كده؟ اه دي زائد تمام. وبالتالي هيبقى دي تي نود باي دي تي تطلع ماينس جاما من اهو، عشان الترم ده يبقى بصفر تمام كده؟ الترم ده بصفر، ده بصفر وده بصفر، فيطلع لي ان الدي في باي دي تي ماينس اي ام اي سكوير، هي هي نيجاتيف سيمي ديفينيت، بس مش ديفينيت لان انا عندك سيستم ده الاي ده وان ستيت، يعني عشان تبقى نيجاتيف ديفينيت لازم كل السيستم تبان في المعادله تمام كده؟ وبالتالي هنا في وان ستيت بس اللي هي الاي، وبالتالي هنا قلنا هنا ده ماينس جاما ايه يا يوسف؟ جاما اي في يو سي، في يو سي يعني انت بس لوجد لو لاحظنا الفرق بين الفرق هنا ان انا هندخل الفلتر اللي هي دي اه تمام، هي جاما واي اي هنا بس حصل ان انا عملت فلتريشن للواي، وهنا جاما يو سي اي تمام. فهتبص تلاقي ان هي يعني بس ده هيديني انه ان الفي دوت هتساوي ماينس اي ام اي سكوير، وبالتالي ديت هنقول ان هي نيجاتيف سيمي ديفينيت، والنيجاتيف سيمي ديفينيت معناها انها هتبقى تضمن لي انه انه الستيتس طبعا النيجاتيف ديفينيت لو كانت ال V positive definite وال V dot negative definite هيبقى system asymptotically stable in the large، يعني ايه؟ يعني هتوصل لل equilibrium point، هتوصل للصفر يعني، انما semi definite تضمن لك فقط انه ال states هتبقى bounded، مش لازم اوصل لل equilibrium اللي هي ال origin يعني ان ال E يبقى بصفر تمام؟ انما هوصل للايه؟ هوصل للايه؟ وممكن في بعض الحالات احنا بس يعني مش فاكر اتكلمنا في التفاصيل دي ولا لا ساعتها يعني، انما كان برضه كانت في اخر الترم اللي فات الاول، كانت اخر الترم، فانما القصه باختصار شديد ان انا اضمن استابيليتي، وزي ما شفنا في المثال الاول نفس المثال او المثال اللي قبله انه الام اي تي رول لا تضمن الاستابيليتي تمام. وكمان مساله الادجستمنت بتاعت الجاما، بس هنا عندنا جاما برضه يا محمود، يعني هنا عندنا جاما، بس انا الجاما اولا لازم تكون بوزيتيف تمام، وهي ضامنه الاستابيليتي. يمكن هناك ودي ممكن بقى دراسه ممكن نقعد نعملها، يعني بمعنى ايه؟ ان انا في الام اي تي لما اغير الجاما هلاقي ان السيستم ممكن يبقى انستيبل، طب نعمل هنا نفس الحكايه كده ونغير الجاما، هل ليه شور هو انسنسيتيف لتغيير الجاما رغم ان الفي دوت فانكشن في الايه، رغم ان مش الفي دوت ان الكنترولر بارامترز فانكشن في الايه؟ فانكشن في الجاما، بس ممكن الجاما هنا هتبقى تاثيرها ايه؟ تاثيرها هيبقى على الريت بتاع انك وصلت لسي ستيت، يعني ممكن جاما معينه تخليني اوصل للترو كنترولر بارامترز اسرع من جاما ثانيه تمام؟ انما كلهم هيخلوني اوصل للايه؟ للكنترولر بارامترز. ويبقى ممكن نقول يعني الكونكلوجن يعني اللي هو ممكن يكون قعدنا ندردش فيه شويه وبعدين واضح ان احنا ما اتفقناش يعني، بس يعني
ان الجاما يعني محتاجه ادجستمنت في الام اي تي رول، وهنا الجاما ممكن تكون محتاجه ادجستمنت بس مش هتاثر على الاستابيليتي بتاعت السيستم، ومش هتاثر الا على الجزء الترانزيانت، ممكن اكبره او ايه او اصغره يعني. وبالتالي هتبقى محتاج برضو تعمل شويه ايه شويه تيوننج كده ليها يعني. تمام. طبعا يعني في الحقيقه انا وطبعا الكلام ده موجود في شابتر 5 في الكتاب، هو شابتر 1 في الكتاب، شابتر 1 في الكتاب انتروداكشن. احنا طبعا في بدايه الكورس خالص قعدنا نتكلم على الابروتشز اوف ادابتيف كنترول، تمام كده. شابتر 2 بارامتر استيميشن، واحنا في الجزء بتاع بارامتر استيميشن حشرنا الكالمان فلتر، كان مهم يعني، مهم نتكلم عنه لانه مثالي ما سمعتش عنه، وهو كالمان فلتر برضه زي اليابلو ستابيليتي والكلام ده يعني في الحقيقه ضروري على الاقل بالنسبه للناس اللي بتعمل مشاريع، ممكن تبقى بالنسبه لها يعني له تطبيق يعني، بحيث انك انت لو عندك حاجه اكسبيرمنتال فعلا وعليها نويز هتبقى محتاج تعمله فلتريشن. فاحنا قايلين كالمان فلتر كده برضه باختصار، احنا كل كلام باختصار يعني، مناش حاجة كبيرة يعني. ودول ممكن ان شاء الله في الفاينل يبقى عليهم سؤالين ممكن يعني، يعني احنا بنبص يعني ايه الفاينل ممكن يبقى فيه ايه يعني. والسؤال طبعا بتاع البرامتر استيميشن مش لازم يكون دايناميك سيستم يعني، انا السؤال اللي قلته في ميد ترم الاولاني ده كان سيستم مش دايناميك، انا فاكره كده كان سيستم كانت بولونوميال، فممكن يبقى حاجه شبه كده يعني، يعني مش بالضروره يبقى ايه. وهو حملت لخبطه للناس مش عارف ليه يعني، ما كانش الهدف اللخبطه، كان الهدف التسهيل بس. ده يعني دايما تيجي انت ده حقيقه والله يعني، هي دي النيه بقى، ما هو اصل انت اهم حاجه ان اعمله بالنيات يعني، ربنا عارف ان حد بعت لي قال لي كده يعني، بس انا زي ما تقول يعني ايه السؤال اللي جاي على بالي ايه، هما ليه ما سألوش؟ السلام عليكم. يعني زي ما تقول لم يطلب هذا الا لما اعلنت النتيجة يعني، عارف لو لا يا دكتور فهي بتبقى زي ما تقول ايه يعني، كأنه ما فيش مشكلة طبعا انا بالنسبة لي، بس يعني بيبقى كأنه يعني تظلم، بس يعني تظلم يعني دايركت مش دايركت. طلبوه من بدري، طلبوه من بدري، بس انا ما بلغتش حضرتك يعني للأسف، ولكن عشان على اساس ان انا كنت حاسس ان يعني حضرتك كان موجود في المحاضره فكنت هنزله، بس مش مشكله حاضر. انا يعني نبعت بعض الحلول بتاع بعض الناس، تمام يعني عشان بدرجاتها يعني شايفه الكلام واضح، بس يعني الناس اللي جايبه درجات عاليه في السؤال ممكن اسكانه وابعته يعني، تمام. بس عشان برضه هي طبعا الناس من حقها ان هي بس يعني تمام درجات مش بطاله يعني. فانا بالنسبه لل بالنسبه لشابتر 2 او بالنسبه للسيلف تيوننج اللي هو في شابتر 3 في الكتاب، وطبعا شابتر 3 وشابتر 4، بس شابتر 4 احنا ما كناش فيه لانه بيتكلم عن نويز كتير شويه واحنا ما دخلناش في التفاصيل بتاعته، انما خلينا شابتر 3 هو الاساس يعني. وانا طبعا الكتاب كويس وجميل والمؤلف بتاعه راجل عظيم محترم جدا، بس زي ما تقول ايه يعني الفرق مش عشان انا اللي بتكلم، الكلام انا اسهل، بس يعني كلامي اسهل للوصول يعني، لان انا باخد الكلام بتاعه بعمله بروسيسنج وايه واترجمه بطريقه مختلفه فقط، ممكن الترجمه تبقى كويسه ممكن تبقى وحشه يعني، بس يعني ده انا اقول اللي بيحصل يعني. فانما هو في اندايركت وفي دايركت سيلف تيوننج، فبرضه احنا عشان ما سالناش في الدايركت سيلف تيوننج واللي هو بنعمل فيه استماع، هيبقى بينكلود حاجتين، لان بينكلود الكنترولر وبينكلود البارامتر استيميشن بتاع الكنترولر نفسه، فممكن برضه دي تبقى فيها سؤال يعني، يعني ده جزء يبقى فيه سؤال يعني. وسيلف تيوننج احنا هنمتحن فيه، احنا انتوا بعتوا لي 30/5 قبل ما اكمل كلامي، اونلاين ولا اوفلاين؟ كنا متفقين ان هو اونلاين. الساعه كام بقى؟
هو يوم الاحد جاي ده، بس عندنا محاضره الدكتور على الساعه 9، فممكن بعد الظهر. لا ما نخليها بالليل عشان يبقى بالليل ما فيش امتحانات ولا فيش اي حاجه تاني. يعني اكيد مش هقول محاضره الدكتور على تبقى بالليل يعني، الا اذا كانت اونلاين يعني. فممكن نخليها الساعه 9 مساء. 9 يعني عشان يبقى بس صلينا العشاء كده ونقعد نختم الصلاه بقى. نعم يعني ساعة ونص او ساعتين، بس هو ساعة ونص بداية يعني. مسألة واحدة ساعة واحدة ساعة ونص. هو هي المسألة اللي طويلة ولا هيكسب لنا وقت كبير؟ لا هي المسألة ممكن تكون مش حساباتها طويلة، وانا بعت لكم مسألة بناء على رغبة الباشمهندسة نورهان، وهسألكم في مسألة زيها برضو زيها برضو. مسموح لك انك انت هكتب لك كده على ورقة الاسئلة ان الامتحان open programmable calculator. ما فيش programmable calculator، يبقى لما يبقى عندك مشكلة استعملها بالماتلاب وبس، تكتب اذا انت عملت كذا. لو كتبت فايل تكتبه لي في الورقة تمام. يعني هو الامتحان علشان يبقى ذاكرنا الموضوع دوت وضربنا على المسألة اللي احنا حليناها وانتم المفروض تحلوا زيها يعني تمام. شبه المسألة انا حليتها شبهها، بس مش هي طبعا. شبهها تمام. طبعا احيانا في المسائل بحب انا اجيب مسألة ليها علاقة بالاوتوبايلوت وحاجات زي كده، بس انا مش هدخلك في تفاصيل بتاعت الاوتوبايلوت ولا تفاصيل انك تحسب زد ترانسفور، بس ممكن اكتب لك زي ما انا مثلا لو انت لاحظت في المسألة اللي انا حليتها كاتب لك بتاع بيتش اورينتيشن، مش بيتش لا كان ايه رول، بس بتاعت رول كنترول، وكاتب الاستيتيوس موديل وكاتب الترانسفور فانكشن، بس في النهايه بديك الجي وزد انت هتكمل بيها يعني. فانا اقصد يعني انت عندك مش مطلوب منك تحسب الاشياء دي، بس انا هحسبها لك، انما عشان تبقى المساله شكلها مفهوم يعني هنقول ان دي اصلها كذا والحكايه كذا. اتفضل يعني. خلاص ماشي، ما ممكن تكون فيها كده، ممكن يعني مش هيحصل في الفاينل، بس عشان نبقى متفقين يعني مش هيحصل الكلام ده في الفاينل. ليه؟ لان الفاينل مش مسموح بالبروجرامنج كالكوليتر، مش مع حد يبقى معاك الماتلاب معاك اللابتوب يعني، فهو كانه امتحان وما انت قاعد في البيت. انا ما اوبن بوك هو اللي ممنوع، بس انك انت تتكلموا بعض بس، انما الامتحان كانه اوبن بوك واوبن لابتوب يعني للمتلاب يعني تمام كده. كانه اساينمنت مش امتحان، بس اساينمنت الوقت محدد، بس تقعد كده تحط بقى جنبك سندوتشات ولا اي حاجه كده عشان ايه بنشتغل تمام. استنى غالبا انا بس اكمل الكلمتين دول هتعرفي من الكلام اللي جاي يعني. ال ده شابتر، احنا اتكلمنا في شابتر كام؟ 3. طبعا شابتر كام؟ 5 في الموديل ريفرنس ادابتف كنترول، بس طبعا في كلام كتير اكثر من اللي انا قلته يعني. يعني انا لخصت الكلام، لخصت المفاهيم الاساسيه اللي فيه. انما طبعا هو بيتكلم على الكونسبت، الحاجات دي مهمه جدا الناس تتعلمها، اللي هو الباسيفيتي والبوستيف ريال ترانسفير فانكشنز والكلام ده، يعني مفاهيم اخرى للاستابيليتي يعني اعمق شويه من احنا نتكلم على روس والكلام ده يعني. انما هو طبعا ده ما اتكلمش انا فيه يعني. انت طبعا هتعرف اذا الكلام ده قلته ما قلتوش، يبقى هتقرا من الكتاب، يبقى خليك في حدود اللي انا قلته هنا يعني. انما بعد ما تخلص ان شاء الله وعايز تقرا في الشابتر ده كلام جميل يعني مفيد يعني. طبعا ده في مساله اكيد يعني ان شاء الله هتكلم على الفاينل يعني بالمره، وبنلخص احنا قلنا ايه يعني. وممكن برضه تبقى مساله ليها علاقه بالاوتوبايلوت رول كنترول ولا اي حاجه يعني، واقول لك اعمل موديل ريفرنس للسيستم ده تمام. فهتعمله بقى هنا في الموديل ريفرنس، ما اشتغلناش ديجيتال، شغالين كونتينيوس تمام. هيبقى شغالين كونتينيوس برضه. اللي المفروض كنا نتكلم عنه شابتر 9. شابتر 9 اللي هو الجين سكيدولينج. الجين سكيدولينج في الحقيقه انا اديت لمحه عنه في الكورس بتاع النون لينير اللي حضرنا منه. فمثلا
في 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 لو انت بصيت في الكتاب شابتر 9 هتلاقي فيه اكزامبل 9-1 و9-2 و9-4 و9-5 كل دول انا اتكلمت عنهم في الكورس اللي فات قلتهم لانه كان نون لينير سيستم وبنعمل جين سكيدولنج وكلام جميل. هيبقى اللي باقي ايه؟ هيبقى اللي باقي اكزامبل 9-3 و9-6 9-7 في مسائل يعني المسائل اللي فيه كويسه بصراحه يعني يعني حتى ميزتها ان هي مسائل. كان مره مايكل اسالني وقال لي عايزين مسائل كده تبقى مش عايزين نكتب فيو في اس وخلاص سيستم موديل يعني. في الحقيقه هو بس يعني يستاذن واضح ان عنده ظروف يعني مفيش مشكله بس هي المسائل اللي في الكتاب في الموضوع ده وصلوا جبنا. اتفضل يا مايكل ده انا بكلم عشانك ولا يهمك ولا يهمك اتفضل تمام. هو الحقيقه الشابتر ده المسائل اللي فيه ميزتها انها مسائل يعني مثلا فيها مساله على الفول اير كنترول في الكار ان مثلا فيها موديل هتلاقيها في مساله مثلا على البي اتش كنترول. بي اتش كنترول ده اللي هو الضبط القلويه الماء انت عارف احد المحطات الميه دايما بيبقى فيها بي اتش كنترول فدي مساله برضو المسائل اللي هي يعني عشان برضو يعني نقول ان الكنترول مش عشان معادلات ورياضه وعاملين نجمع ونطرح وخلاص يعني لا الكلام فيه كلام مهم. وطبعا في شيب ستيرنج كنترول وفي اوتو بايلوت فتلاقي في شويه مسائل كده اللي هم بالظبط عشان نقول ايه 9-4 تسعة لا 9-3 خلاص انا قلت 9-3 لا ما قلتش 9-3 قلت يبقى 9-3 صح انت مظبوط اه 9 معلش انا اسف يعني 9 صح انت كلامك مظبوط انا مش مركز قوي للاسف يعني يبقى 9-3 و9-6 و9-7 و8 عشان خاطر أسامة تمام. لو قال 9-9 هديها يعني أربع مسائل دولة هنجيب منهم مسألة تيبيكال يعني ما كانش اتنين يعني بس يعني على الأقل مسألة أو ممكن يبقى في مسألتين وأقول لك اختار لك واحدة منهم.